الله الله يسلم عليكم كل سنه وحضراتكم طيبين والشعب المصري كله بخير وربنا يعوض علينا وعلى الجميع بخير ان شاء الله. خلينا في معرض اهل رمضان في ميدان المؤسسه الشباب الخيرة وفي المعرض ده احنا ان شاء الله بنتشرف ان احنا بنعمله كل سنه عشان خاطر الجمهور ونقدم حاجه كويسه للجمهور وعشان خاطر الشعب يكون مرضي عن الاسعار ويكون رمضان سعيد على الجميع ان شاء الله والناس تحس بدخله رمضان. ودي تعليمات مكتب توجيه حي غرب شبرا الخيمه وتعليمات الغرفه التجاريه وتعليمات سياده الوزير الدكتور عالم سيسي كان موجود معانا دلوقتي وشاف الاسعار الحمد لله احنا اقل من المسيح واقل من الشركات ان شاء الله اللي عارفين وربنا يوفق ان شاء الله ويجعلها سنه سعيده على الجميع وتكون سنه خير على الكل. احنا هنا بنقدم يعني اقل حاجه عشان خاطر الجمهور بنقدم كيس الرز ب 10 جنيه وكيس السكر ب 10 جنيه وعندنا هنا الياميش عندنا هنا الزبيب الايراني اللي هو الطبق ربع طبعا مغلفين كل حاجه عشان خاطر الجو اللي في البلد دلوقتي كل حاجه هنا مغلفه. الطبق الزبيب ربع كيلو ايراني بيعمل 19 جنيه اقل من يعني من البلد المنشأة للمزيلة طبعا. وعندنا هنا السمنات والزيوت عندنا الزيت اللتر كامل بيعمل 25 جنيه وعندي زيت ال 700 مللي بيعمل 21 جنيه ونص وعندي البلح بيعمل 13 جنيه كيلو انضف بلحية بلح الاسواني عشان خاطر برضه الناس تحس برمضان. وفي عندي عصير سوري مركز بيعمل 19 جنيه عشان خاطر الناس برضه تحس برمضان والشعب يحس ان في رمضان دخل علينا ونتمنى من ربنا ان احنا نعمل الحاجه دي عشان نسعد الجمهور ونسعد الناس ونسعد الشعب المصري. احنا عايزين الحاجات ترخص. تقدير سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قال لي ليه يا ماما؟ برضه مع الشعب عايزين الحاجات ترخص مش جايين نتصور مع الوزير لازم الناس تكون مرضية عن الاسعار ونحس بالرمضان عليها ويكون الشعب فرحان وبرضه مبسوط وكل سنه وانتم طيبين وربنا يرزقكم بخير وان شاء الله باذن الله اقل من السوق لان لازم الشعب يقف جنب العظيم. تكمل بس ازاي؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله على خير والجيل احسن ان شاء الله باذن الله. في